نطالع من صحيفة التيار: حريق مجهول المصدر بميناء سواكن. ونطالع من صحيفة الانتباه: أعطال بجهاز التحصيل وعجز حكومي في تجهيز رواتب مايو. طلعتنا صحيفة التيار أيضا: الشرطة تقر بضلوع أحد منسوبيها في محاولة تهريب 11 كيلو ذهب. كرتي لا أعذر المكون العسكري وتدهور أوضاع الإنغاذ كان غير قابل للعودة، هذا العنوان من صحيفة السوداني. ونقرأ من صحيفة الصيحة: تيار داخل الأمة القومي يطالب بإجراء إصلاحات في الحزب. نطالع من صحيفة اليوم التالي: رئيس القضاء يتعهد بالتحقيق في مزاعم انتهاكات معتقلين. ونطالع من السودان الدولية: إنشاء إشرافية مشتركة لمنطقة أبيين. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بعض الطبع، ونطالع فيها دائما أبرز ما جاء في صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم. يصحبني في هذه الجولة لقراءة ما بين السطور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله آدم خاطر. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا بك صلاح، وأهلا بمشاهديك الكرام. أهلا وسهلا. نبدأ مشاهدينا هذه الجولة التفصيلية من صحيفة الصيحة، والتي جاء فيها هذا الخبر: قوى سياسية تنتقد إحاطة فولكر لمجلس الأمن. صوبت قوى سياسية انتقادات لإحاطة رئيس بعثة يونيتامس لمجلس الأمن الدولي، التي اتهم فيها من أسماهم بالمخربين الساعين لإفشال العملية السياسية بالبلاد. واعتبر القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار حديث فولكر بأنه يمثل تجنيا كبيرا على الأوضاع السياسية بالبلاد. أهلا بك من جديد أستاذ عبد الله. يعني ردود الأفعال طبعا بعد أكثر من 24 ساعة على تقرير فولكر واللي قدمه في الأمم المتحدة. نعم، بكل تأكيد هذا هو قام بواجب، يعني هو مكلف به ووقع عليه، يعني عقد عمل مع أكبر منظمة دولية هي الأمم المتحدة، وفي وضع يعني بالسودان وضع هش، وضع معقد، وضع محتاج فعلا لمعالجة. فإذا اختلفت الرؤى السودانية حول ما نتج عن ما قدموا من تقرير للأمم المتحدة فذلك أمر طبيعي جدا. ولكن السؤال: هل يعني ما قال به ليس صحيحا؟ هذا هو سؤال مهم. أعتقد أنه ما قال به، يعني لو كان في هناك مخربين أو غير مخربين، أتعتقد أنه صحيح؟ بكل تأكيد، لأن إذا كان ليس هناك من يخرب العملية الديمقراطية في السودان، وهناك من ليس هناك من يخرب العملية السلمية في السودان، لماذا نحن في هذا الوضع المتردي، والذي جميعنا نشتكي منه سيادة وحكومة تنفيذية ومواطنين؟ يعني هل تعتقد أستاذ عبد الله بأن المقصود بالمخربين في حديث أو في إحاطة فولكر هم الذين رفضوا الجلوس للمفاوضات غير المباشرة؟ ليس بالضرورة، ولكن يعني الذين يضعون العصي في العملية نفسها. فمثلا يعني هناك من يرغب أن تكون هذه الجهود يجب تصب في صالحي، إن لم تصب في صالحي فهي ليست جيدة. وهنا من يعتقد بأن لضمان أن هذه الجهود يجب أن تكون لصالحه، يود أن يضع شروطا مسبقة بأنه لا شراكة، لا لا لا، كما هو يعني معلن. فلذلك يعني هذه العملية عملية تفاوضية كبيرة، وعملية يعني بتحتاج لمهارات حقيقية، ولذلك
هذه نوع من البدايات التي تكون معقدة، ولكن في خاتمة المطاف يجب أن نصل إلى ما نصبو إليه جميعا من تراضي حول مستقبل مشترك للسودان. نعم. ولذلك المجتمع الدولي أيضا ساهم في ذلك بأن أعطى فوكلاند سنتين أخريتين. نعم. للمعالجة. طيب، ونحن نتحدث عن الأوضاع السياسية والأحزاب السياسية وردود أفعال إحاطة فولكر لمجلس الأمن، في صحيفة الصحيحة تيار داخل الأمة القومي يطالب بإجراء إصلاحات داخل الحزب، كيف تعلق على ذلك؟ شيء طبيعي طبعا، يعني حزب الأمة يعني مما كان هو يعني تجمع ل يعني رؤى متنوعة، ولكنها جميعا تصب في استقلالية السودان. نعم. ويعني إمكانية أن ينهض السودان في إطاره الدستوري، في إطاره القانوني. نعم. فلذلك ليس هناك ما يعيب هذه التجربة في داخل حزب الأمة، بل في آخر يعني مرة قابلت أو رأيت فيه يعني مجموعة القيادة في داخل حزب الأمة، كل الذين مختلفين في آرائهم كانوا مجتمعين ويعني يتحدثون بمودة إلى بعض. نعم. إذن الاختلاف نفسه لا يضر بقضية التقدم في حزب كبير ومترامي الأطراف مثل حزب الأمة. نعم. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة السوداني، وفيها نطالع كرتي لا أعذر المكون العسكري وتدهور أوضاع الإنغاذ غير قابل للعودة. قال الأمين العام للحركة المكلف للحركة الإسلامية علي كرتي إنه لم يتفاجأ بسقوط الإنغاذ لأن الأمور كانت غير قابلة للعودة، وكشف في مقابلة مع قناة طيبة إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية كانت تتراجع بشكل كبير، وأنه قد نبه المسؤولين بوجود مخاطر كبيرة في الاقتصاد وإدارة الدولة. يعني في البدء نود أن أستاذ عبد الله على دلالات هذا الظهور في هذا التوقيت بالذات. هناك أن يعني الذين شاهدوا يعني هذه المقابلة، نعم، أو الذين قرأوا عنها أو قرأوا يعني لقطات منها، نعم، أو شاهدوها، يعني كأن يعني كرتي كان يقدم نفسه كما لو أنه أحد المفكرين. نعم. للنظام البائي، وأنه من الحكماء، يعني كما لو أنه هناك آخرين قادة وليسوا حكماء، وهم الآن قد تحملوا مسؤولية ما حدث من الفشل والتردي الاقتصادي وكذا، وهو من المنقذين. أعتقد أن هذا ليس الأمر كذلك، إنما هو أيضا. نعم. من المجموعات التي ساهمت يعني بقدر كبير جدا في أي المناطق، في أي الوسائل التنظيمية أو السياسية أو الخارجية التي عمل فيها والعدلية. نعم. هو ساهم بكل تأكيد يعني ولكنه أستاذ عبد الله كان حديثا يعني صريحا قال بأنه كان منتقدا للتجربة من الداخل. يعني هذه ليست إضافة كبيرة بعد كذا سنة من بعد سنتين أو ثلاثة من النقد المباشر اليومي والمظاهرات المستمرة. نعم. فليس ليس هذا أي إضافة بكل تأكيد. ربما لو كان هناك إضافة ربما طرح مشروع خروج من هذه الدائرة الشريرة التي يعني هو أيضا من الذين ورطوا البلاد فيها، فهو كان جزء من الأمن الشعبي، يعني الحاجات يعني منافذ القوة. طبعا هو ذكر بأنهم اختاروا أمن واستقرار البلاد عندما اندلعت ثورة ديسمبر المجيدة، كيف تعلق على ذلك؟ يشكروا على ذلك. نعم. ما دام اختاروا الأمن واستقرار البلاد. نعم. يشكروا على ذلك، ويجب أن يستمروا في ذلك ويتقبلوا يعني نتائج المحاكمات التي تمت، وحتى لجنة التفكيك يجب كان أن يقبلوا المخرجات بتاعتها ولا يثوروا ضدها، لأنها بالفعل هذه اللجنة استطاعت
أن تعيد تكييف الأوضاع الاقتصادية مع التطور الجديد، وفتحت المجال للأفراد وللمجموعات أن تستأنف وتلجأ للقضاء، ولكنهم لم يصبروا على ذلك، وربما ده هو السبب في الانقلاب في آخر انقلاب أكتوبر 2021. نعم، طبعا هو أشار بوضوح إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، ولكنه أيضا أشار في مقارنة منه بالأوضاع الاقتصادية الآنية معاش الناس. أيوة، لكن حتى الطرح اللي قدمه مثلا قدمته الحكومة الانتقالية، نعم، وكانت يعني مقترح يعني مدعوم دوليا، والمواطنين مع قسوة اللحظة دي كانوا شاعرين بأنهم على يعني على مستقبل يمكن أن تتحسن حالتهم، ولكن لهم لم يصبروا مع المواطنين، بل يعني إن مشوا في الاتجاه بتاع الانقلاب والرفض والاحتجاج والكلام السياسي الذي أفضى إلى ما نحن إليه الآن. نعم. فكأن هذه يعني إضافة لما قد ارتكبوه من قبل. نعم، يعني هناك سؤال يعني لابد أيضا أن نسأله، وهو يعني أبرز القراءات والإشارات المستخلصة عموما من حديث كارتي وظهوره في هذا التوقيت بالذات. هو طبعا هو قدم نفسه كمفكر وكمنقذ للإسلاميين إذا صحت التسمية نفسها. نعم. يعني أو للمؤتمر الوطني المحظوظ. نعم. هو قدم نفسه كمنقذ بأنه يحمي هذه التجربة بأن يعترف بأنه الأوضاع كانت سيئة، وهو من ضمن الناس اللي نبهوا، وبأنه جاء الوقت. نعم. اللي يعني تعاد ترتيب الأمور بحيث أنه يشاركوا في الأوضاع من جديد يعني بالشكل. لكن الآن يعني مضت التجربة القديمة التي نعم. تعتمد على حزب واحد أو على شخص واحد، الآن الشعب السوداني كله في حظيرة التفكير. نعم. فهم يقدموا التفكير للمستقبل، أما الماضي فهم مدانين فيه ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم تماما. نعم، تمام، وضحت الفكرة. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة الانتباه، وفيها نطالع البرهان يزور الحدود مع أثيوبيا. تفقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المنطقة الحدودية مع أثيوبيا التي شهدت الأسبوع المنصرم مقتل 3 سودانيين برصاص الميليشيات الأثيوبية. ورافق البرهان خلال الزيارة التي استغرقت نحو 2 ساعة رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات ونائب الإمداد. كيف تنظر إلى هذه الزيارة وتوقيتها؟ كون أن رئيس الدولة يكون في وضع في موقع الأحداث، هذا مميز وهذا مطلوب في كل الأوقات. ولكن بالنسبة للفريق البرهان، يعني قبل ذلك كان في مواقع في نفس الموقع، ولأسباب يعني في وقتها أعلنت أنها كانت نوع من الدعاية السياسية ونوع من الدخول في مرحلة الإعداد لانقلاب 25 أو انقلاب أكتوبر يعني 2021. نعم. فلذلك يعني هذه الزيارة على قيمتها لا تنجو من أن تكون محل اتهام ومحل يعني سؤال برضه. نعم، هل تتوقع أن يتم إغلاق الحدود أو المعبر الحدودي بين البلدين مجددا؟ لماذا؟ يعني يعني اثيوبيا يعني السودان واثيوبيا يعني علاقتهم مع امتداد التاريخي والجغرافي والاقتصادي، ايضا الحدود يعني ليست مساله يعني قصيره. نعم. والسودان فيه مشاكل واثيوبيا فيها مشاكل. اعتقد ولكن يعني كثرت هذه المناوشات بين الحين والاخر، يعني تتفعل الدبلوماسية. نعم. تتفعل القدرات الشعبية، تتفاعل يعني كل هذه المسائل في الظروف الطبيعية، هذه هي المداخل الطبيعية للسودان. نعم. في معالجة هذا النوع من المشاكل، وهذا قد يدعو
الجميع إلى أن العودة إلى استعادة المسيرة الديمقراطية بأسرع وقت هو الضمان الوحيد لعلاقات السودان الخارجية، ليس فقط مع إثيوبيا ولكن أيضا مع كل الدول الأخرى، سواء كانت الدول الصديق الجيران أو الأصدقاء. نعم، نتحول مشاهدينا إلى صحيفة التيار، وفيها نطالع حريق مجهول المصدر بميناء سواكن. دعنا نعلق مباشرة على هذا الخبر، يعني تناقلته بالأمس وسائل التواصل الاجتماعي وكل يعني صحف الخرطوم الصادرة اليوم. كيف تنظر إلى مثل هكذا حوادث أستاذ عبد الله، حريق في ميناء؟ بكل تأكيد السؤال سؤالك هذا ليس فيه الغد الكافي من البراءة طبعا. نعم. لأن يعني أيضا فيه سلسلة من المسائل التي قد تنتهي إلى أنه هذا قد تم بفعل فاعل. نعم. ولكن لماذا يكون بفعل فاعل؟ نعم. مثلا الظروف حول الميناء ظروف كانت طبيعية، سواكن بالذات يعني من المناطق الآمنة تاريخيا ليس فيها قضايا، في بعض السودانيين يعني قاعدين جو من اليمن وأظن عندهم يعني بضاعة أو مسائل محتاجين سلامات يحولوها يعني لداخل السودان. نعم. وجهوا مشاكل هم أيضا يعني في يعني نوع من المسائل موجودة، وفي بعض الناس يتكلموا عن أنه لابد أن يكون هؤلاء الذين يعني مصالحهم أضيرت ربما يكون سبب، ربما يكون في يعني مسائل كهربائية محتمل كل الاحتمالات هذه. ولكن أستاذ عبد الله أسمح لي، الحريق يأتي بعد أيام قلائل من حادثة ميناء عثمان دقنة. أيوة، ما دي أيضا تعزز. نعم. فكرة الأسئلة غير البريئة. نعم. يعني دي كلها بتعزز، ودي طبعا تلقي مسؤولية أكبر على سلطات الولاية. نعم. وعلى سلطات الشرطة بالتأكيد وسلطات المواني وكل هذه المسائل. وأنا يعني أتمنى أن حتى الآن ليست هناك معلومات كافية. نعم. غير مظهر أنه تم. نعم. لكن أرجو أن يكون يعني في إضاءة إعلامية كافية. نعم. يكون المجهود مجهود التحقيق يكون واضح، لأن الشرق الآن يعني ليس فيه القدر الكافي من الالتهاب، ولكن بالإهمال يمكن، خاصة أن هذه مؤسسة استراتيجية ومهمة للدولة. بالتأكيد يعني بكل تأكيد أن هذه يعني الشاطئ البحر الأحمر. نعم. بالنسبة لكل السودان يعني خط أحمر وخط بتاعت مصلحة قومية حقيقية. بالتأكيد. فيجب أن لا توجد فيها يعني دواعي الإهمال أو الاستغلال، يعني كما حدث من قبل أن يكون في يغلق الميناء لأسباب سياسية. نعم. يعني دي مسائل مخجلة يعني. نعم. أنا مفهوم. أعتقد أنها مخجلة فعلا. مفهوم. نعم. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة التيار، وفيها نطالع الشرطة تقر بضلوع أحد منسوبيها في محاولة تهريب 11 كيلو ذهب. في تطور لافت كشفت قوات الشرطة عن إحباط محاولة تهريب سبائك ذهب تزن 11 كيلو، وأوضحت القوات في بيان أن المحاولة تمت أثناء رحلة الخطوط الجوية الأثيوبية المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. من أي زاوية أستاذ عبد الله يمكن أن نقرأ هذا الخبر؟ أنا أعتقد أن نقرأها من زاوية الإشادة بدور الشرطة. نعم. بأنها أخيرا اعترفت، يعني هذا الاعتراف يعني يشكل يعني سانحة ممتازة جدا
في معالجة ومراجعة كل أنظمة الدولة. البعض طبعا أشار إلى نزاهة الشرطة في إقرارها. هي ليست نزاهة بالمعنى الدقيق، لكن على الأقل هي ملمح مهم من ملامح إمكانية تحسين فرص الدولة في الجانب الأمني والجانب الشرطي بالذات، وده يمتد إلى كل القوات النظامية الأخرى. فدي ده هو أمان المواطن السوداني، والشرطة هو المظهر المدني المهم بالنسبة الحامل للسلاح، ولذلك يعني هذه مؤشر ضروري يعني يتابع ويعلن عنه، ويعني المحاكمة فيه تكون واسعة، يعني بمعنى أن تكون عليه إضاءات، والنتيجة يجب أن تصل لكل المواطنين في كل السودان، وده يكون مدخل لتحسين الأداء بتاع الشرطة وأداء القوات النظامية كافة. نعم، نتمنى ذلك. نتحول مشاهدينا إلى صحيفة الانتباه، وفيها نطالع أعطال بجهاز التحصيل وعجز حكومي في تجهيز رواتب مايو. تسبب عطل فني في جهاز تحكم الشبكات الخاص بالتحصيل في نقص حاد بالإيرادات، عجزت بسببه وزارة المالية في توفير مرتبات شهر مايو. يعني طبعا خبر غير سار بالتأكيد لفئة الموظفين وفئة العمال، كيف تعلق على هذا الخبر؟ طبعا ده يعني مزيد من النقد على وزارة المالية اللي هي أصلا محل نقدي بمداخل كثيرة في الوقت الراهن، وأعتقد أن وزير المالية على الرغم من يعني إحساسي به هو أنه ده يعني حقه ده ما يتحصل في عهده هو، لكن بشكل مؤسف إضافة للانتقادات الأخرى بخلينا دائما نشعر بأنه لا مناص من أننا يجب أن ننتقد ونتكلم بوضوح حتى أنه المسائل دي ما تتكرر. وأعتقد أنه ما في أي سبب يعني يخلي يعني هذه المسألة تتخطر، خاصة وأنه ليس يعني هناك معلومات كافية إلى الآن يعني متى سيتم إصلاح هذه الأجهزة. ليس ذلك فحسب، لكن دائما في كل عمل عام في كل عمل حكومي لابد يكون في البديل للعمل اللي أنت تقوم به، لأنه يعني أذكر يعني دي جات مناسبة جيدة جدا أقولها لك. تفضل. يعني مرة في الأندرجراوند في لندن، والوقت ده كان الكهرباء طبعا تقطع عندنا في الخرطوم كثير جدا. فسألت واحد قلت له طيب الكهرباء انقطعت أنت بتعمل شنو؟ يعني الخواجة ده شافني باندهاش ضخمة جدا. بعدين في النهاية لم يستوعب فكرة قطوع الكهرباء إطلاقا، بل قال لي يا أخي ده يعني على بال ما الكهرباء تقطع في الأندرجراوند في 4 بدائل. طيب ده إذا كان معيش، وهذه هي البنية التحتية التي يتحدثون عنها ده. طيب إذا كان ده الموظف هو في ظروف معيشية سيئة وكل العاملين في الدولة بيعتمدوا على رواتبهم، إذا ما عندك بديل مؤكد أنت طبعا هذا أيضا يجعلنا نتحدث عن الاحتياط الذي لابد من توفره أيضا الاعتماد على الدخل الآن. أيوة، ذي البدائل يعني ما ممكن أي زول إداري مستقيم ومستقر ولا يمكن يعمل بدون بدائل. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، تسلم. شكرا جزيلا. تسلم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة من بعض الطبع. لا تنسوا دائما متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام. إلى اللقاء.